كده ورينا محل اسنانك. لكن كويس انه ما في دم. الدم انا طلعته من المنديل. اخي ما بحس انا متضايقني. حسن قاعد يتكلم. ليش أسمي؟ لكن موضوع عن الملل وسوف نتحدث عنه كثيرا، وسوف نسأل بعض المشاهدين عن الملل، ونعرض للأطفال بعض الأفلام الكرتونية، وبعد ذلك سوف نقوم بعرض لكم المحترف عبد المجيد للجزيرة المتدرج، وسوف نعرض هذا الفيلم حصريا على قناة الجزيرة الخاصة بالتدريب. والآن نشاهد بعض الإعلاميين هناك. ويوجد أربعة لخروج للمخرج، اثنان للأمام واثنان خلفي. طبعا نشاهد بعض الأطفال. لن تقوم بعمل لقاء صحفي مع السيد ليونيل ميسي؟ حتى ما هتعمل الحوار مع ميسي؟ سوف أكرر حسن. أن حسن سوف نعرض لكم ميسي. ميسي ما هتصور ميسي؟ ما هتصور ميسي؟ انتظر انتظر خليني اخذ لك صورة. انتظر انتظر صورني هنا كده شكل مؤقت.